دايما كده الجمعيات الخيرية او الشركات يقول لك اتبرع بشراء نخلة، اتبرع بشراء شجرة زيتون. طب ليه ما فيش ان احنا مش هنتبرع على حاجة، احنا هنشتري النخلة دي وربحها هيتقسم لثلاث حاجات، جزء الناس اللي شغالة او للشركة، جزء للمساهم اللي هو اصلا اشتراها، الجزء التالت ده يطلع صدقة، صدقة للشركة والشخص المساهم. ليه ما نعملش مشروع عبارة عن كده، ان الشخص هيشتري فعلا النخلة، ولكن ربحها جزء هيطلع ليه هو، هيجيله في حسابه الشهري او السنوي، وجزء هيجي للشركة، وجزء التالت هيطلع لله. ليه ما نعملش مشروع كده هوت؟ ليه ما نستفيدش كلنا؟ والله حوار الزراعة ده حوار حلو جدا، ويا ريت يا ريت نعمله، يا ريت الناس تفكر في كده هوت، ونتجمع ونعمل مشروع زي كده. ليه لأ؟ ليه لأ؟ مشروع خيري بقى، تعمل كده مزرعة فيها فيها نخل، فيها أشجار زيتون، فيها وفيها وفيها فيها إيه أفكار. يا ريت. سلام.